المهم اخوتي، السلام عليكم ونهاركم مبروك ونهاية الأسبوع موفقة للجميع. المهم اخوتي، اليوم التاريخ ديال 1/11/2023. في هذا التاريخ هذا بالضبط، اللي هو التاريخ كنقولو عام جديد من حياتي، كنلوحو في الزبالة ونتمنوا الباقي الماجي أفضل. اليوم كملت 28 عام من العمر ديالي، اليوم هو الذكرى ديال المناسبة ديال عيد الميلاد ديالي. نتمنى الله يبارك لنا في العمر اللي باقي، وعلى بركة الله نبداو الفيديو ديالنا. الفيديو ديالنا اللي هو عبارة عن ميمز ديال الضحك، نتفرجوا الفيديو سوا رياكتيو عليهم. قال لك سيدي اول فيديو اول ضخ او صخ ما كده كده ما فيه أوسخ من كده ما فيه. أوسخ من كده ما فيه. شكرا الأخ المونتاج على توضيح ديالك. ما تديوش عليا خوتي، راه منع شي، راه من الخدمة عندكم. عخلي على الله وسلم. انتظروا الدرايم في هذا الفيديو. أرضى الحليوات مقردة. صراحة. هذه تفيقك شوف لها بحال هذي. لا تردك. واش اسمك؟ إسبوار. كيفاه؟ أمال. آه صحة. أنا اسمي رولي جوليمير. شاه؟ يعني نوردي. ترجمه بالفرنسي بالحرفي. فرنسي كتاكل دقة أخوتي. في الليل عيون تبكي وعيون لا تنام وانا وصاحبي بالليل. هذا هو فنان ديالنا بعد 7 سنين بدون دراسة. هي زيد شراب ديك قلوشة. شراب ديك القلوشة هذا. إي. أكلوا قطة سيارة. تبارك. أنا أكل تلميذ المدرسة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، مواهب ضائعة ما شاء الله. زيد هذا الرجل كبير من العناصر في الهجوم، بعدد كبير من اللاعبين في الهجوم في هذه المحاولة. شنو داكشي؟ شي فين عطى؟ الكرة بالخطأ، سوء تفاهم، راحت إلى رمية بس. عطى الحكم بالله. أنا المغرب، شوف المغرب شنو كاين في المغرب. بصح ما مشي الدرايم كاينين حتى في دوري المغرب، ما كاينش. علاش تقول صوت المغرب ملي كاين على الجزائر؟ ملي كتكون منحوس وسرك غير كلب. يعني عارف عرفتي عرفتي اخوتي عرفتي اللي زولوا اللقطة، حيت راه خونا شلطو. وكيفاش جالك؟ يا الفقيه اللي كيهضر كيهضر غير على الجنة. يا كبر اللي كيهضر على الجنة، الفقيه اللي كيدرس في الموعظة الناس على الجنة. الجنة وفيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعيون يوميا، وحنا نروح نقتل واحد. الفقيه
تهضرنا على الجنة، هضرنا على جهنم شوية، اذكر شوية النار، اذكر شوية النار، يكون عادل. تهضرنا على الجنة، على الجنة، وقالوا كنهضركم على جهال اللي ما تشربوهاش، أما هذيك راكم ضربني يا صاحب الوالدين، هذيك داركم. تحياتي. سهل. أرمنا شنو كاين شنو. ألو سلمى. عندها كلافي في راسها. السلام عليكم كيراك اختي صافا لاباس؟ الحمد لله. عرفتيني شكون؟ لا شكون. أنا اللي نوقف أون فاس بلايا من باش كي نهضر غير تسمعيني ما كان سيتادير أنا إنسان جاد من عالم خايل إلى عالم الواقع تصبروا يدومون عليا في المواقع قلت نهود نضرب دورة تلقيني واقف من الدورة. قلت لك أنا جاي من الأقمار الصناعية عندي موهبة ربانية طبيعية غير اصطناعية سيتادير أنا جاي من المستقبل وكلام راني استقبل واللي تبغي غادي نقبل. لا اختي ماش مكتر راني منقص وراني نقص قصو لي دودان وحفاري بزاف تعفيني قاري مشي عليك ريك وطلي دريك. لا انا ما نمشيش صحيت. انت ما تمشيش سمتي صلي لك كيف انا تاني ما نمشيش انا مني العقل على روحي زدت وانا غير نحبو حتى اللي جوني توعي قاعد تكلو تحردو خلاصي يتنوقف طيحوني بكف. ما يدارك عندك هذا بحر ما نسكنش. اختي لدها بحر ترد هلموجة وانا معاه سموني طرونجة وكنسكت عليا نديرونجة ونزعف ونرعف ونسيل مني في ونسني في بالك صرالي كيفي بالك تجيفي روح لك ويفي. صراحة خونا هربان إبليس وما فكرش فيها عدفة الصراحه اخوتي هاد القضيه هادي ديال شني سميتو ديال اللي عملها دخونا انا تخيلتي وقعت لي انا ماشي بزاف غير مؤخرا جبت 100 درهم من المجار باش غنخرج نتقدى شي لعيبات طاحت داك 100 درهم في الارض مع الدنيا عندي مرونه شويه استعملت عليها واستعملت عليها مع رجلي عرقاني ان شاء الله نايض من النعاس لصقت في قاعد رجلي وهكا قلبت الدنيا على 100 درهم وهي لصقالي في قاعد رجلي صراحة ما عرفت كيفاش وقع زالت لي من رجلي عاد شفت وقلبت عليها الدنيا ما جبرتهاش فايتك وقعنا تخيتي هادي حاس بيك اختي ديالي حاس بيك عندكم رسالة صوتية واحدة مسجلة اختي الرسالة الأولى مسجلة اختي ديالي تابعي اشوف الو اش بالطاكينة في غدا واحد الماط الو هضره تاع باب تخرج من التبيعه عندك خاصه الهضره عمتي الدبان الله يهديك والله فرصه لا تتعوض لازم يستغلها شلك ارتاح فرصة لا مصدومة بجد ومش منطق ولا عارف هي قتلو ده مجبتاش مقدرش معايا مر هو بالعاني مش مقدرش معايا ورا دبان والحاجة دبان الله يهديك تسجل صوتي اللي قولب نص ديال المغاربة الو كدير حبيبة الو كدير حبيبة كدير لاباس بخير صعبة لاباس كدير انتيا عرفتي وحشتيني بزاف كنت عندك الله
شمشيحه طلعت يا عندنا بابا شمشي زكريا مشية لحظة أخو نطلع عنيبة أخوت زالة شمشي زالة شمشي ولا بيبي ولا بيبي يا بشو الزر فنشي يا داب نشعن أشعن أشعن دون نشعن نشي قولي أكثر حماق على العنبة شكون؟ لا شوفوا ما تقول ها شوفوا يلا قايدين النمرة ديالي وقايد اشرب بيزا اخو نطلع عنيبة اخو تحياتي للعنابة عزيز عليكم العنب دبان اجيتو كيف؟ وانا نتفكر قال لك علاش البغريرة ما مزوجاش؟ علاش البغريرة ما مزوجاش؟ البغريرة ها هو قلت لك انا البغريرة علاش البغريرة ما مزوجاش؟ وليش بتشوش؟ وليش بغينا ما مزوجاش؟ ألف تقبة. يا مرحبا أخوتي تال هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا ما تنسوش عملوا لايك سبسكرايب فعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد بيس لكم وفرجة ممتعة وما تنسوش كومنتات ديالكم زوينة عيد ميلاد سعيد.